دكتور فاطمة الزهراء مصطفى، أستاذ طب أطفال أمراض قلب الأطفال جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نسأل حضرتك إيه أنواع أمراض القلب اللي ممكن تصيب الأطفال؟ في نوعين من أمراض القلب ممكن يصيبوا قلب الأطفال. ممكن تكون عيوب خلقية، الطفل بيبقى مولود بالعيب الخلقي دوت، وده ممكن يكون مصحوب بزرقة، يعني الأم بتلاحظ عليه زرقة في لسانه بالذات، او ممكن ما يكون غير مصحوب بزرقه. ممكن يكون معاهم كمان الاطفال اللي هم دايما بيبقى عندهم التهابات رئويه متكرره او يتحجزوا في المستشفى بالسبب ده، ممكن يكون السبب الاساسي ان هو عنده عيب خلقي في القلب. دي الحاجات اللي هي الخلقيه. في عيوب بقى تانية غير، يعني هي غير خلقيه، يعني ممكن الطفل يصاب بيها بعد كده، زي مثلا حمى روماتيزميه ممكن تصيب الطفل، ممكن تاثر على صمامات القلب، ممكن يحصل فيها يا اما ارتجاع يا اما دي. ممكن تصيب برضو اماكن تانية في الجسم زي مثلا مفاصل الطفل، او ممكن تصيب كمان المخ فيبقى معاه زي حركات لا اراديه كده معروفه، يعني مع النوع ده من الامراض. طيب ايه ازاي نقدر نعمل وقايه من امراض القلب للاطفال؟ هو طبعا بالنسبه للعيوب الخلقيه، ممكن الام لو هي هتعمل موجات صوتيه على قلب الجنين في بداية الحمل، يعني مثلا بعد مرور شهرين كده أو 8 أسابيع من الحمل، ممكن نعمل موجات صوتية. ولو في عيوب خلقية ممكن الدكتور بقى بيبلغ الأم لو هي حاجة شديدة، علشان بعد كده يا إما هيحصل إن الطفل ده ممكن ينهي الحمل، أو لو الطفل ده اتولد بالعيب الخلقي نبقى إحنا جاهزين للتعامل معاه بعد عند الولادة على طول. بالنسبه للامراض بقى اللي هي مكتسبه بعد كده زي الحمى الروماتيزميه، الاطفال دول غالبا بيعانوا من التهاب متكرر بالميكروب السبحي في الحلق، فطبعا العلاج المناسب والسريع للموضوع ده بينهي حدوث هذه الامراض. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك، شرفتينا. ميرسي جدا.